فاصل سريعا ولسه مكملين معاكم فقراتنا في كلام في الميديا، وبنوصل معاكم دلوقتي لأهم الأخبار المحلية والعالمية وكمان أخبار محترفين. اليوم السابع جري يطلب توقف الدوري 15 يوم وإقامة 3 هوتيات قبل أفريقيا. سوبر كورة اتحاد الكورة يوافق على صرف مستحقات المنتخب الأولمبي. جريدة الأخبار المسائي أزمة النائب والدوري عرض مستمر. الفجر شوقي غريب ودية تونس كلها مكاسب. اليوم السابع رمضان صبحي يعود لإنجلترا غدا بعد المشاركة مع المنتخب الأولمبي أمام تونس. الشروق مجاهد لن يتم إلغاء الدوري. في الجول شوبير مصر غير جاهزة لتطبيق الفار، رأينا عواقب تسرع الكاف. الوفد مجاهد علاقة محمد صلاح مع اتحاد الكورة هادئة. سكاي نيوز بعد بكاء ماني شقيقه يكشف سبب الانهيار ويشيد بجماهير مصر. العاصمة الإسبانية انريكي تفادينا يوما أسودا أمام البوسنة والمباراة كانت تجربة جيدة. سبورت 360 ريال مدريد يخوض مباراة إيبار بغياب 6 مدافعين. كورة برسلونة غير مقتنع بإمكانية إصلاح دمبلي.